حلوه قوي. بتجنن اللوحه. ايه اللوحه حلوه. ليك انت بدي اخلصها على بعض. خلص خلص. سؤال على مؤاخذة، خذ راحتك تفضل. شو معنى هذا اللوحة؟ هذا فن تشكيلي. هلا بصراحة بيني وبينك أنا كمان مالي مرات بس شكرا، فضحتونا أنتوا الاثنين. خذ راحتك. فيني اخذ وقتك بس شوي؟ عفوا، مين حضرتك؟ انا صحفي. راديو ولا تلفزيون ولا جريده؟ لا نحن جريده. اهلا وسهلا. طيب بعد اذنك انا بس بدي اخذ منك سؤالين. اول سؤال، ليش سميتي المعرض ب حزني السعيد؟ انا اخذت الاسم من اغنيه للسيده فيروز، حزني السعيد، مثل ما كثير واضح انه هي فيها تناقض. خليت الحزن اللي جواتي يطلع، صار الإسقاط عليه وترجمته بوجوه الإناث اللي مبتسمة مثل ما عم تشوف. طيب وليش كان المعرض كله صور إناث؟ لنفس السبب. طيب ما بتحبي تضيفي لنا شيء تعطينا شيء زيادة؟ لا. طيب شكرا كثير. أهلا وسهلا. هلأ ناطرتني أو نسيتني بين زحمة الحضور؟ إذا بيّنت إنها متلهفة أول ما تشوفني، معناتها عن جد مهتمة فيي وعندها مشاعر خاصة تجاهي. هلأ منشوف إذا نفعت خطة تأخري عن المعرض. كثير حلو. شكرا. لمحات حلوين وانت تعبانه كثير عليها. حضور حلو بس يعني شايفك انه متوتره شوي بابا. مرحبا. يا هلا، كيفك؟ الحمد لله. في شيء بابا بدي اساله؟ يلا بابا. وسهلا. أنا سي جوري. وين؟ جوري ليكا. جوري؟ شكرا. أنا سي جوري؟ إي أنا جوري. أنا منصور الصالح. اهلا وسهلا، تشرفت فيك استاذ. ممكن تشوف اللوحات؟ ايه اكيد طبعا، تفضل. مش معقول شو هالابداع برسمك اختي.
اختيارك للالوان احساسك شغله. شكرا. بك شيء متضايقه من شيء؟ لا. متضايقه من ماشي ذهن؟ لا ابدا، بالعكس كثير مبسوطه انه شرفتني بوجودك. تعودي اهلك؟ ايه، ابي وامي واخي جواد، مصطفى وزينب تعرفهم، هذين كل عرسان نسرين وحسام. اهلك مطولين بالشام؟ يعني شي يومين ثلاثه. كثير منيح. ليش؟ لا ابدا ماشي، كنت حابب هيك اعزمك ونتعرف على بعض اكثر، وبتمنى تقبلي عزيمتي من بعد ما يسافروا اهلك. عن جد؟ قصدي ان شاء الله بتشرف اكيد. من بعد اذنك طبعا بدي تحجزي لي هيدي اللوحه وهيدي وهيديك. اوكي. مع انه عبالي اشتري كل اللوحات. ميرسي. إذا حابب تسلم على أهلي فيك تفضل. إيه أكيد. تفضل. تفضل. لا تفضل. ladies first. أوكي. الصورة الجماعية. حلوة. لحظة لحظة. في كمان صورة جماعية مع أبو بسمة هيك. كبرية كبرية والله. بابا. هلا أبو بسمة كأنه رجل أعمال كبير ما. إيه بابا هو هيك. من وين بتعرفيه بابا؟ أنا ما بعرفه، هو دائما بيحضر معارض وبيشتري لوحات كثير بعد ما توفت بنته. ماتت؟ إيه ماتت. كيف؟ غرقت بالبحر هي وأمها. قديش كان عمره بابا؟ 12 سنة. يا حرام. هلا إيمونا من هالسيرة. المهم الزلمة اشترى ثلاث لوحات بسعر كثير كبير. والله ناقشت معك يا مهجوج. إيه؟ أنا شكلي نعست ورح روح نام. يلا. أنا كمان. لحظة، ماما وبابا أنتوا بتناموا بغرفة نسرين وجواد بينام بغرفة زينة، إيه؟ ليش لحتى ما نام عندك أنا؟ لا أمي ما بقدر. إيه؟ يعني ما اشتقتي لي؟ لك يا عمري والله مشتاقت لك، بس ماني متعودة حدا ينام حدي، بقلق ما بنام. لا ولو، وشلون بدك تتجوزيها بعدي؟ لا تصير فرج ورحمة. يلا يلا، صباح على خير بابا. صباح على خير بابا. لا الخير. وأنت جواد ما بدك تنام؟ لا والله أنا بدي أرقي. حلو كثير. انت بتفوت بتعمل الارجيله وانا بفوت على غرفتي بريح شوي، لانه الكعب العالي اليوم ذبحني ذبح. بس تجهز الارجيله اعمل لي مسكول. اوكي امرك معلم. لا تطول يا ولد. تصبح على خير. لك بتعرف بدي اقول لك شغله. يعني انا ما بعرف ليش حاسه، ها ركز معي، ليش بحسه لجوري بتتلبك كل ما بتجي سيرته لهالزلمه؟ لك سيره مين؟ لك سيره هذا ابو بسمه. ايه وليش حتى تلبك يعني؟ لك هيك حسيت، يعني كأنه في شيء مو؟ شيء مثل شو؟ يعني حسيت كأنه هيك، يعني في هيك نظرات غريبة بين بعض. اي والله، وكأنه يعني معجب فيها، معجبين ما؟ يا ستي من تمك لباب السماء. يا ريت. يا ريت؟ ايه يا ريت. وعلى شو يا ريت؟ زلمة بعمر أبوها إذا مو أكبر كمان، وشعره شايب، ما بدي عليه صوتي هلا، شلون بدي أعطيه بنتي الفراشة الصغيرة اللي قد بنته؟ لا مو يا ريت. يا بنت الحلال، يعني أنا عم أقول هيك، يعني بركي كان هالزلمة منيح، وقدرها وعزها وحبها وقدر موهبتها، ومبين عليه مليان الزلمة، ليش لا؟ عن جد من كل عقلك عم تحكي أنت؟ كان من نصه؟ يه يه، لك ما بعطي بنتي إلا لأحلى شب بسوريا، منيح هيك؟ لأحلى شب، ما بعطيها لغربتلي. لك والله يا أم جواد، شايف لك هالشباب هيك عميان ما عم يتطلع قدامهم بنوب، على كل بس تلاقي له هذا الشاب السوري الصغير ابي خبريني. يه لك طبعا بلاقيه، لك انا اللي بلاقيه. على شو على شو؟ ليش انا قصبتي هورا ولا كتها ولا ما عندها عيون ولا ما عندها اذنين؟ بنتي فنانه ومثقفه، لك مثقفه وعندها مصاري بتطالع هالقد قدهم، احلى شاب بهالبلد بيتمناها. عم تفهم علي ولا لا؟ نامي. شو؟ خير ان شاء الله. تخيل العمى، تخيلي إلي مرت عمي هو أكبر من أمي وقريضة إن شاء الله. ما حبيته أنا؟
قبلاني لي يا عمي. ان شاء الله انبسطت اليوم بزيارة المعرض. اكيد انبسطت، خاصة انه واخيرا شفتك بعد ما هلكتيني لحتى اشوفك. عن جد عم تحكي؟ ايه اكيد عن جد. ايه؟ لك شو ايه؟ لك دخيل الله اللي خلق هيك رقة وعزوبية. طيب هلا هات لشوف، ليش سميت المعرض يا حزني السعيد؟ لأنه أنا إنسانة حزينة كتير، حزني سببه شكلي، وبحس إنه كل البنات حلوين إلا أنا. ليش مين قال لك إنه أنت مش حلوة؟ عن جد ضحكتني. ليه؟ لأنه هاد الحكي ببساطة باعتراف كل خلق الله اللي بيعرفوني، وأولهم مرايتي. جوري، أنت بنت متعلمة ومثقفة وفنانة، فما المفروض إنك تشوفي الجمال من برا بس. بعدين أنا ماني مضطر جاملك. جوري، شو رأيك نكمل الحديث فيس تو فيس؟ أوكي، بس بدي استنى لحتى يسافروا أهلي. طيب، عظيم. يا جوري، أنا بدي أعتذر منك أخي، عم ينادي لي، ما عاد فيني أحكي على التليفون أكثر من هيك، معليش. أوكي، تصبح على خير. وأنت بألف خير. باي.